مر عليك يا بشار. استقبلنا اليوم الصباح الباكر الساعة 7:15 على قصص طائرات أسد. الله أكبر عليك يا بشار. هنا مدارس قارة. هنا يدرس أطفالنا في مدينة قارة. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك يا بشار. قارة القرمون. هل بدك عن في مدارسنا؟ الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك يا بشار. صاروخ تبع الأسد. هنا عند الصاروخ تبع الأسد. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك يا بشار. مدارس قارة. هذه 7 نيسان. لعنة الله عليك وعلى هذه الحركة. يعني الاستعمار الصهيونية. الله أكبر عليك يا مجرم. هذا ما يفعله بشار بن الله. الله أكبر عليك يا متوحد. ماذا تصلح لك هذه المدرسة السلامية الفنية النسوية؟ هنا غرفة إداريين. هنا غرفة إداريين في مدينة قارة. مدرسة الفني. هذه صورة المقبور. الله أكبر. الله أكبر عليك يا بشار. هذا ما يريده بداية الأساس. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك يا بشار. مش تسكت. الله أكبر عليك يا بشار. هنا مدرسة الأطفال مدينة قارة. الله أكبر عليك يا بشار. هذا القصف استهدف الأطفال. استهدف مدارسنا في مدينة قارة. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك يا بشار. زمرة معنية أننا في مدينة قارة القلمون عاوينا أخواننا من حمص وإدلب أي مهم جليل وأننا فارمنا من الرياء. وماذا نفعل برضو على الأمراء العميل؟ أجودنا أن نفرض هؤلاء اللاجئين من منازلنا حسيت نخرجنا ونبقيهم منزلا. هناك أخواننا المسلمون. أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا مسلمون؟ الله أكبر عليك يا بشار. هنا كان أطفال تحت هذه المظلة الكرميدية التي اليوم كفها بشار الأسد. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك يا بشار. سمعت الحكي.